مباراة وسبق أن التقى الفريقين ضمن هذه البطولة غرب آسيا، ومع البداية إذن لكرة لصالح المنتخب اللبناني. إذن التقى الفريقين ضمن نطاق البطولة في البطولة الثالثة والبطولة الرابعة. الثالثة كانت النتيجة لصالح المنتخب السوري 3-1، أما في النسخة الرابعة النتيجة كانت 1-0 لصالح المنتخب السوري. إذن هذا هو اللقاء الثالث اللي يجمع الفريقين في نطاق بطولة غرب آسيا اللي أصبحت الآن بمتابعة واعتراف وتسجيل دولي، وأربك الكثير الحقيقة من المدربين والمدراء الفنيين بأن كانت البطولة يعني غير مهمة أو هي مهمشة، لكن أصبحت الآن هي من البطولات المهمة والتحضير لها من الممكن بالمستقبل راح يكون ضروري جدا، خاصة مع تصريح فجر إبراهيم. لكن هذه البداية لهجمة الآن لصالح الفريق اللبناني، والمحاولة الآن موجودة لكن التغطية أيضا الدفاعية موجودة. كرة اللعب في نصف الملعب والمحاولة في الأمام لصالح المنتخب سوري، لكن تغطية دفاعية والكرة في متابعة من جهة اليسار. كرة ملعوبة محاولة ناحية اليسار انطلق حسين الزين، محاولة خطرة لكن تنشال من دفاع منتخب السوري. كرة بالنص لكن تطلع الكرة لخارج الملعب، كرة تطلع لخارج الملعب. إذا المحاولة كانت موجودة من حسن سعد لكن الكرة طالت لرمية التماس. إذن التحية موصولة لكل من يتابعنا عبر قناة سبورت في تلفزيون دولة الكويت. لقاء تتابعونا على الهواء مباشرة، لقاء المنتخب اللبناني مع شقيقة السوري. منتخب اللبناني كرة مع رمية تماس ملعوبة حسن معتوب، حاول ناحية اليسار حاول فيها أيضا حسن سعد لكن إبعاد. كرة دفاعية من عبد الله الشامي مدافع المنتخب السوري. حسن شعيتو يلقب شبريكو محبين ومتابعين أيضا وجماهير اللبنانية هي أيضا تتابع ترغب بتعويض الخسارة أمام المنتخب العراقي. نتيجة كانت 1-0، واليوم المنتخب العراقي فاز في مباراة الثانية مع المنتخب الفلسطيني. إذن خطوة إلى الأمام، ويرغب أكيد كل فريق المنتخب السوري أو اللبناني باللحاق مع المنتخب العراقي بحصد النقاط. إذن المباراة الآن بأيدي الجميع، من أراد الفوز في هذه المباراة عند المجال موجود والطموح حاضر والنجوم أيضا حاضرة رغم غيابات النجوم عديدة من المنتخب السوري، لكن يبقى المنتخب السوري رغم صعب جدا، خاصة هو من زمان الحقيقة عند الإمكانية من الثمانينات لو نستذكر العديد من النجوم لن يعني ما راح نقدر نحصر، لكن مع أواخر الألفية أصبح أو من بداية الألفية أصبح المنتخب اللبناني أيضا هو الرقم صعب في منافساته مع الفرق الأخرى. هذا أحمد الصالح واحد من النجوم في خط الدفاع، وسبقا كان في الملاعب الكويتية كلاعب مع نادي العربي. هذه لمسة يد على أحمد الصالح محترف أيضا خارج نطاق، لكنه عاد في المرحلة الأخيرة وعنده أيضا عقد جديد مع أحد الأندية في سوريا ليعود. فاول لصالح المنتخب اللبناني،
في وسط الملعب. التحضير بالنسبة للمنتخب اللبناني في الفترة الأخيرة كان في معسكر محلي في لبنان. هذه كرة ملعوبة ناحية اليسار، ملعوبة عرضية خطرة لكن تنشال في اللحظة الأخيرة اللي كانت ممكن تكون فيها هدف. مرة ثانية بيعطى على طول لكن الكرة اللي خارج الملعب، فوق المرمى فوق المرمى. كرة كانت خطرة الحقيقة، كرة خطرة كرة خطرة. ربيع عطايا، شوف الإعادة كانت ملعوبة الكرة بشكل جيد إلى ربيع عطايا لكن أيضا حاول يكملها نادر مطر. شوف لعادة نادر مطر اللي حطها وتابع الكرة خارج منطقة 18 لكن مرت بعيدة عن المرمى. ركلة مرمى لصالح المنتخب السوري عالمة طويلة لكن أقرب لها مهدي خليل. السلامة أيضا لحارس مرمى المنتخب اللبناني علي السبع اللي تعرض لإصابة وذهب للعلاج بالسلامة. هذه الكرة كانت طويلة ملعوبة لخارج الملعب، حاول أيضا يتابعها حسين الزين ظهير أيمن اللبناني. وهذه الروح الجميلة تجمع الشقيقين فراس الخطيب، ومن لا يعرف فراس الخطيب في الملاعب الكويتية صالة بجال أحد يعني رموز. وهذه كرة بالخطأ لصالح المنتخب اللبناني، كرة ملعوبة خطرة بالجول. الله حلوة فرصة حسن سعد لكن يبعدها يبعدها حارس المرمى إبراهيم عالمة. إذن هو كان المنقذ في هذه اللعبة، أبعد الخطورة لخارج الملعب. كرة بالنهاية راحت كورنر. هذا كابتن فجر إبراهيم أكيد غير راضي بهذا الخطأ. شوف اللعبة كانت فرصة لهدف الحقيقة لكن إبراهيم عالمة يبعد الخطورة عن المرمى المنتخب السوري. في الشوط الأول في الدقيقة 7 استغلال ناجح لي تمريرة فيها خطأ لكن حارس المرمى المنتخب السوري يبعد هذه الخطورة. هل يستطيع ابناء غسيون ونسور غسيون لعبور هذه المحطة أمام المنتخب اللبناني؟ أما ابناء الأرزق يأتي بالتعويض في هذه المباراة. كورنر لصالح المنتخب اللبناني، كرة ملعوبة محاولة ناحية اليسار، عسل معتوب يحاول يمر داخل منطقة 18 لكن مقطوعة. ممكن نشوف أيضا هجمة عكسية سريعة لكن التغطية الدفاعية كانت هي الأقرب لحارس المرمى مهدي خليل حارس مرمى المنتخب اللبناني. مع البداية شوف هذا كان يعني بداية للعبة لكن كرة ما زالت لصالح المنتخب اللبناني في نص الملعب ناحية اليمين بالطول. إلى الآن شايف التحرك وشايف الإيجابية هي الأكثر في اللعبات الأخيرة، يعني بالخمس دقائق من الثمان دقائق نتكلم عن تحرك جيد بالنسبة للمنتخب اللبناني. جمهور المنتخب السوري حاضر موجود يتابع يشجع يرغب في الحصول على النقاط الثلاث الأولى في أول لقاء، لكن أيضا المنتخب اللبناني عنده طموح التعويض وعنده طموح اللي ممكن أنه ياخذ النتيجة لصالحه والثلاث نقاط. مجموعة تضم المنتخب السوري واللبناني والعراقي والفلسطيني واليمني، إذا طموح حاضر في هذه المجموعة الأولى. مباريات هذه المجموعة في استاد كربلاء دولي. كرة ملعوبة محاولة ناحية اليسار لكن تنشال لخارج الملعب ملعب كربلاء الدولي. هذا النجم الكبير فراس الخطيب كابتن وقائد المنتخب السوري. يسع هذا الاستاد استاد كربلاء الدولي ل 30,000 متفرج، يعتبر من الملاعب الجميلة لجمهورية العراق. ننتظر إن شاء الله في الأيام القادمة في يوم الأحد في أول لقاء للمنتخب الكويتي مع شقيقه السعودي الساعة 10:30 بإذن الله. لكن إلى الآن سوريا ولبنان نلعب بالدقيقة 10 من أحداث الشوط الأول والمنتخب اللبناني كان قريب على مرمى المنتخب السوري. حسن محتوق عنده 20 هدف في هذه البطولة، يعتبر من اللاعبين المخضرمين الحقيقة في
صفوف المنتخب اللبناني، 20 هدف في غرب آسيا. كرة ملعوبة، محاولة، ربع عطايا، استقبال وتسليم بشكل جميل. بالنسبة لتحركات المنتخب اللبناني إلى الآن في تحفظ بالنسبة لتحرك لاعبين المنتخب السوري. شايف إبعاد الكرة عشوائي. آخر لقاء رسمي ما بين الفريقين كان في 2013، وفاز لبنان بنتيجة 2-0 لحسن معتوق ومحمد حيدر. أما في آخر لقاء ودي جمع الفريقين في 2015 ودي، وفاز أيضا المنتخب اللبناني 1-0. كرة اللعب في وسط الملعب المنتخب اللبناني، مقطوعة لصالح المنتخب السوري. كرة ملعوبة والمحاولة موجودة ناحية اليسار، منتخب السوري محاولة لكن تنقطع ناحية خالد مبيض، لكن مقطوعة لصالح المنتخب اللبناني. كرة بالطول لخارج الملعب، حسن جويد، حسين جويد، منتخب السوري وسط الملعب، تامر حاج، نقلة ناحية اليمين إلى حسين جويد، لكن في خطأ لصالح حسين، خطأ لصالح المنتخب السوري. المباراة إلى الآن بدقائقها العشر أو 11 دقيقة هادية، هذه كرة ملعوبة عرضية، محاولة لكن تنشال، شال من المدافع اللبناني حسين زين. الكرة كانت رايحة في مكان خطر أمام محمد مرمور ناحية اليسار، لكن كرة كورنر، كورنر لصالح المنتخب اللبناني، كورنر. بطولة غرب آسيا سوريا ولبنان، وهذا الكرة الملعوب لصالح المنتخب السوري، لكن ترجال في متابعة دفاع المنتخب اللبناني. كرة سريعة، حسن سعد ناحية اليمين، انطلاقة حسن محتوق، لكن كرة ما فيها شيء، حكم مباراة يعطي أفضل استمرار اللعب ومطالبة من حسن محتوق بوجود خطأ، لكن أيضا المساعد الأول قريب محمود ظاهر، مساعد الأول كان قريب من الحدث، لو كان فيها أي شيء مؤثر كان ممكن يحسبها. كرة ملعوبة لصالح المنتخب السوري، نقلة ناحية اليسار طويلة، لكن الكرة إذا لخارج الملعب. هذا حسن محتوب، واحد من أبرز النجوم، وهذا يعني الاحتكاك اللي كان يطالب فيه حسن محتوب بقرار لصالحه، لكن حكم المباراة يعطي أفضلية. كرة اللعب، منتخب اللبناني، حسين زين إلى خط الدفاع، قاسم زين ناحية اليسار، أحمد جلول وإلى ملعوبة ناحية اليسار، لكن بيشيلها حسين جويد، أحمد الصالح، أحمد الصالح اللي أيضا بيغطي خلف الظهير حسين جويد. كرة ملعوبة على طول، رمية تماس إلى حسن مهتوب، كرة محاولة لصالح المنتخب اللبناني وسط الملعب ناحية اليمين، تنقل إلى حسين زين، حسين زين مرة ثانية بيحاول، لكن في خطأ. تفاهم جميل حقيقة كان موجود ما بين ربيع عطايا وحسين زين، لكن في خطأ، تدخل. هذا حسين زين لاعب المنتخب اللبناني، استعداده كان لهذه البطولة بمعسكر محلي. أما بالنسبة للمنتخب السوري اللي بدأ الاستعداد من خلال بطولة ودية في الهند، لكن كانت النتائج غير مرضية للجمهور السوري، وكان الضغط الإعلامي عالي جدا للمدرب الوطني فجر إبراهيم اللي صرح الحقيقة
لأن موعد البطولة محرج جدا، لكن الآن أصبحت هذه البطولة بطولة رسمية دولية. كرة ملعوبة لصالح المنتخب اللبناني. حسن محتوب محاولة ناحية اليسار، ملعوبة عرضية لكن أحمد الصالح بيشيلها. كرة اللعب مرة ثانية لصالح المنتخب اللبناني، متابعة موجودة. حسين زين ناحية اليمين، ربيع عطايا، ربيع حلوة بيحافظ على الكرة، بيحاول لكن يكمل فيها لاعب المنتخب اللبناني. محاولة ناحية اليمين حسين زين، لكن أقرب لها سالب بيد حارس المرمى إبراهيم علمة. حسين زين يحاول أيضا يكمل في الكرة ناحية اليمين، ربيع عطايا في أرضية الملعب، يحاول يحافظ على الكرة ما بين الثلاث لكن احتكاك حصل. كمل فيها الحقيقة حسين زين، لكن كرة طالت. حسن محتوب إذن استراحة الآن يعطيها حكم المباراة بعد 16 دقيقة، ولا في إصابة لأحد اللاعبين؟ أعتقد أن في إصابة. الاستراحة تكون من بعد النص ساعة. شايف يطلب من اللاعبين الحضور لأرضية الملعب، هذا جانب من الجماهير الحاضرة. قبل هذه المباراة بنفس الملعب كان يلعب المنتخب العراقي وحضور جماهيري كبير أمام المنتخب الفلسطيني. إذن الجمهور حاضر يتابع، من الجمهور أيضا السوري والعراقي متابعة هذه الفعاليات لبطولة غرب آسيا التاسعة اللي انطلقت في عام 2000، وكان يعني المنتخب السوري أحد أطراف النهائي. المنتخب السوري وصل إلى النهائي في أول نسخة وخسر أمام المنتخب الإيراني 1-0، وكانت أول بطولة في الأردن البلد الذي يستضيف اتحاد غرب آسيا. يعني بالمناسبة أن المنتخب الإيراني عنده 4 نسخ من هذه البطولة، لكن غير الآن وخرج من منظومة اتحاد غرب آسيا إلى منظومة اتحاد وسط آسيا. المنتخب الإيراني كرة اللعب لصالح المنتخب السوري في وسط الملعب. ثامر حامد نقلة ناحية اليسار، عمرو جينات نقلة ومحاولة، لكن ثامر الحاج بيحاول العمق الآن ويد عطا الله حلوة. عمرو جينات حلوة بيحط له كرة قوية على يسار أو على يمين، هو حطها باتجاه اليسار لكن هي على يمين حارس المرمى مهدي خليل. أول محاولة الوصول لمرمى المنتخب اللبناني بشكل مؤثر بالدقيقة 18 أحداث الشوط الأول، وهذه ممكن تكون الكرة الثانية. كرة مع فراس الخطيب، نغلو محاولة، خالد مبيض مرة ثانية، مبيض عطاها لكن سهلة بيد حارس المرمى مهدي خليل. هذا خالد مبيض اللمسة 1-2، اللمسة كانت سريعة، عنصر المفاجأة، وهذا هو الوصول الثاني للمنتخب السوري. شايف الوصول الثاني للمنتخب السوري، بينما أيضا المنتخب اللبناني عنده محاولتين تسديد على المرمى بشكل مباشر. ممكن الآن عدت الربع ساعة، يعني احنا الحين وصلنا إلى 20 دقيقة تقريبا، 19 دقيقة، ممكن نشاهد التغيير بالتكتيك أكثر. التحفظ أعتقد أن انتهى، بدأنا الآن في مرحلة الوصول إلى مرمى الفريقين. سلامات، شايف لاعب المنتخب اللبناني معتز بلال يتأكد من الإصابة. شوف خالد مبيض اللي كان بيحاول لكن سهلة لمهدي خليل. 0-0 إلى الآن. هذا معتز بلال مدافع منتخب اللبناني، رمية تماس حسين زين مع ربيع عطايا، حسين زين بيرجعها ناحية بلال، كرة بالنص لصالح المنتخب اللبناني. أحمد جلول لاعب الوسط
نغلة نادر مطر، كرة ملعوبة لصالح المنتخب اللبناني داخل منطقة 18، محاولة للمرور لكن التغطية دفاعية، اللعبة كانت ممكن تكون عرضية، تنقطع لصالح المنتخب اللبناني. المنتخب السوري في وسط الملعب في راس الخطيب، كرة محاولة نغلة يكمل ايضا عمرو جيناد لكن تطلع الكرة لخارج الملعب، لخارج الملعب لصالح المنتخب اللبناني. مباراة بعيدة عن الإثارة، تحفظ كبير جدا ما بين لاعبين الفريقين، لأن أي خسارة للمنتخب اللبناني خروج إذن ممكن من المنافسة، ويفقد إذن لو يخسر المنتخب السوري في أول لقاء يتعب نفسه إذن في المواجهات القادمة، ويكون ممكن يكون بعيد عن الضمان. لذلك كل فريق عنده حساباته وكل مدرب عنده حساباته في هذه المرحلة، خاصة يعني بالنسبة للمدرب الروماني للمنتخب اللبناني ليفوتشوف باترو اللي كان راضي بلقاء الأول. كرة ملعوبة لصالح المنتخب اللبناني والمحاولة كرة عرضية أمام المرمى الآن لكن تنشال من أمام ربيع عطايا، ربيع عطايا تأخر بالتنفيذ على مجارف منطقة 18، كان ممكن ينفذها ناحية مرمى المنتخب السوري لكن التغطية الدفاعية. كرة تلعب ناحية اليمين لصالح المنتخب السوري، الانطلاقة السريعة الآن وهذه كرة عرضية لكن تنشال من دفاع المنتخب اللبناني، دفاع المنتخب اللبناني. قاسم الزين، قاسم الزين شيله، لعبة كانت بهجمة عكسية سريعة لصالح المنتخب السوري، كورنر يبعدها إلى كورنر، هذا حكم مباراة محمد عرفة. وفراس الخطيب راح يلعب الكورنر لصالح المنتخب السوري، كرة اللعب الكورنر سريعة خطرة لكن أيضا التغطية كانت ممكن تكون سلبية بالنسبة لمعتز بلال وقاسم الزين. شوف فراس الخطيب لعبها قوية، لعبها قوية وكان بيحاول ياخذ التأثير، كرة ملعوبة لصالح المنتخب السوري محاولة تنعد فراس لكن في خطأ، في خطأ لصالح حسن شعيتو، خطأ على خالد المبيض. لعبة كانت ناحية اليسار وهذا الخطأ من حارس المرمى إبراهيم عالمر في بداية الدقائق الأولى، وكانت فرصة الحقيقة لصالح المنتخب حسن سعد مهاجم المنتخب اللبناني وحط الحقيقة في المرمى، لكن إبراهيم عالمر أصلح الخطأ بإبعاد الكرة عن المرمى، يمكن هذه تعتبر من أخطر الفرص وكانت خطأ الشخصي لحارس المرمى. كرة ملعوبة لصالح المنتخب السوري شايت لكن بعيدة 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 بعيدة، وكانت فرصة الحقيقة محمد منظور، فرصة 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 كانت ممكن تكون مؤثرة على المرمى، ممكن محمد المرمور يحاول التسديد من بعيد، كرة ملعوبة لكنها مقطوعة لصالح المنتخب السوري. أحمد الصالح جينات وسط الملعب، نغلو محاولة فراس الخطيب الانطلاقة من العم، يلعب كرة لكن بعيدة بعيدة، يعتذر ايضا من زملائه، لاعب كبير خبره طويله في الملاعب، محترف مخضرم في الملاعب الكويتيه، يلعب لنادي الساميه الرياضي. واسمه في الموسم الاخير، كره اللعب
منتخب اللبناني معتز بلال. 25 دقيقة إذن أحداث الشوط الأول، مباراة متوسطة للمستوى. كرة تلعب حسن محتوم ناحية اليسار، نادر حاول المنتخب اللبناني، حسن محتوم مرة ثانية يكمل أيضا بتفاهم جيد ناحية اليسار. حسن محتوم محاولة، ربيع عطايا شايت لكن التغطية من أمام ثامر الحاج. كرة مع المنتخب اللبناني، بلوك قوي جدا في الشق الدفاعي نفذ المنتخب السوري مع تقدم المنتخب اللبناني. الهجمة مقطوعة في راس الخطيب، نقلة سريعة على طول محاولة ناحية اليسار، ربيع عطايا مرمور إلى فراس، محاولة المرور لكنها مقطوعة الكرة لصالح المنتخب اللبناني. ربيع عطايا ترجع مرة ثانية لصالح المنتخب اللبناني، عطايا بيحاول لكنها مقطوعة وفي فاول على محمد مرمور. فاول لعادة، محاولة كانت لي ربيع عطايا لكن احتكاك حصل لاعب المنتخب السوري عمرو جينات. بالسلامة بالسلامة. إذن هذه المباراة تشاهدون مشاهدينا متابعينا عبر قناة سبورت في تلفزيون دولة الكويت لمتابعة فعاليات وأحداث هذه البطولة، بطولة غرب آسيا التاسعة ما بين المنتخب اللبناني والمنتخب السوري. هذا جانب المنتخب اليمني، المنتخب اليمني أيضا في هذه الجولة هو لعب في الجولة الأولى أمام المنتخب الفلسطيني وخسر بنتيجة 1-0. أيضا المنتخب اللبناني خسر بنتيجة 1-0. أكيد الطاقم الفني والإداري واللاعبين للمنتخب اليمني يراقب يتابع تحركات اللاعبين استفادة من هذه المتابعة لمباريات القادمة اللي راح تجمعهم أمام المنتخب اللبناني والمنتخب السوري. إذا حكم المباراة محمد عرفة يعطي الاستراحة على جانب من جمهور أو مشجع لبناني. إذن استراحة بالنسبة للفريقين مدة دقيقة يعطيها حكم المباراة محمد عرفة. إذن ما زلنا متابعة هذه المباراة المنتخب السوري والمنتخب اللبناني. الفريقين باستعداداتهم القادمة. إذن المنتخب السوري أيضا يستعد ليباشر منافساته في المجموعة في منافسات كأس العالم وكأس آسيا في المجموعة اللي تضم أيضا الصين والفلبين والمالديف وغوام. واختار المنتخب السوري أن تكون منافساته في دولة الإمارات العربية المتحدة بإذن الله في سبتمبر. أيضا في سبتمبر لبنان يجهز نفسه، مع بداية سبتمبر كل المجاميع تبدأ المنافسات ولبنان راح ينافس منتخب كوريا الجنوبية والشمالية، كوريا الشمالية وتركمانستان وسريلانكا. إذن استعداد جيد بالنسبة لمدربين الفريقين في منافساتهم القادمة، وهو أعتقد أنه هو يعني استعداد جيد أنك تخوض بطولة بعد ما كانت يعني بعيدة عن التصنيف والاعتراف الدولي، أصبحت الآن هي باعتراف وتصنيف دولي. إذن استئناف في اللعب بعد الاستراحة، كرة لصالح المنتخب السوري
نغلو محاولة في الأمام تلعب ممكن تكون فيها خطورة لكن طالت بعيدا لخارج الملعب. كرة كانت بمحاولة احتكاك اللي حصل احتكاك احمد الدوني عنده 5 أهداف دولية احمد الدوني لاعب يعني في المرحلة الأخيرة تم استدعاءه بسبب إصابة أحد المهاجمين في المنتخب السوري. كرة ملعوبة صالح المنتخب اللبناني. أحمد جلول منتخب اللبناني وسط الملعب فين لكن مقطوعة يعتمد على الهجمة السريعة العكسية للمنتخب السوري لكن طالت على أحمد الدوني. كرة اللعب لصالح المنتخب اللبناني. حسين الزين نغلة محاولة كرة عرضية طويلة ناحية حسن سعد لكن بالطول تطلع الكرة لخارج الملعب. أحمد الدوني بالمناسبة يعني كان يعني أحد المساهمين في وقت سابق في حصول المنتخب السوري في نفس السنة اللي حصل فيها المنتخب السوري على اللقب حقق 5 أهداف يلعب في نادي المسير في قطر واستدعاءه في مرحلة أخيرة لتمثيل المنتخب السوري. كرة اللعب منتخب اللبناني في وسط الملعب حسن معتوق إلى حسين الزين نغلة ناحية اليمين ربيع عطايا حاول عبا حلوة نغلات توق حاول لكن مقطوعة دفاع المنتخب السوري. كرة بالنصف راس الخطيب ورد سلامان ينقلها ناحية اليمين حسين جويد حاول ينطلق نقلة أحمد الدوني حلوة بيحاول لكن مقطوعة لصالح المنتخب اللبناني. شايف الانتقال الشق الدفاعي إلى الشق الهجومي يصير برتم بطيء جدا بالنسبة للمنتخب اللبناني بينما المنتخب السوري إذا قطع كرة على طول انطلاقها دائما تكون سريعة بهجمة عكسية بأسلوب الحقيقة يتبعه إمكانية لكل مدرب يضعها في أرضية الملعب يعرف كيف ينظم ويساهم بتعديل كثير من الأمور حسب إذن الفريق المنافس. كرة ملعوبة طويلة فين الزين لخارج الملعب رامي تماس لاعب أرضية الملعب منتخب السوري السلامة عمرو جينان بالسلامة نلعب بدقيقة 34 لعادة التكاك الأخير بالسلامة عمرو جينات الأمور كان غير راضي بالنسبة لمشاركة المنتخب السوري في البطولة الشهر الماضي في بطولة ودية في الهند في آخر لقاء في هذه البطولة تعادل مع المنتخب الهندي 1-1 وفراس الخطيب كان هو صاحب الهدف الوحيد في هذا التعادل وجانب يعني الجماهير ومشاركة وتفاعل في استاد كربلاء الدولي. كرة ملعوبة لصالح المنتخب اللبناني لكن التغطية الدفاعية أحمد الصالح لحارس المرمى إبراهيم عالم بيلعب طويلة في وسط الملعب الاستقبال ممكن لكن في خطأ على المنتخب اللبناني. هذا أحمد الدوني
كرة اللعب أحمد الصالح، ثامر حاج في وسط الملعب، ثامر طويلة من عبد الله الشامي ناحية اليمين، محاولة لكن مقطوعة لصالح المنتخب اللبناني ناحية اليسار. اللعب نادر مطر في وسط الملعب، حسن معتوق لكن مقطوعة لرأس الخطيب، عامر ثامر حاج تلعب، ومحاولة في الوسط لصالح المنتخب السوري، رأس الخطيب ثامر حاج بيرجعها، كرة اللعب محاولة ما زالت موجودة لصالح المنتخب السوري، نغلى أحمد الدوني، محاولة مرور ممكن تكون خطرة، خطرة لكن تنشال من دفاع المنتخب اللبناني، دفاع المنتخب اللبناني إذن أكثر من لاعب بيغطي، كرة تنشال من أمام أحمد الدوني، العادة أكثر من لاعب تدخل والكرة مرت بخطورتها في اللحظة الأخيرة من حسين زين، مرت الكرة، هذا أحمد الدوني في محاولة وتغطية دفاعية كانت باللحظة الأخيرة من أمامه أحمد الدوني، حسين زين بيشيلها بالسلامة، محمد المرمور في أرضية الملعب، هاجم المنتخب السوري، إذا ما زلنا مع النتيجة 0-0 ما بين اللاعبين في مباراة باعترافها الدولي في قبل يوم لهذه البطولة، بينت إذا التصاريح الآسيوية والدولية لهذه البطولة، إذا أي نتيجة إيجابية لكل فريق يمكن تعدل من تصنيفه، وأصبح التصنيف الآن مهم جدا للمنتخبات في حالة القرعة وهاجس الحقيقة بالنسبة لإدارات المنتخبات، وهو جيد بالنسبة لخلق روح المنافسة، روح رياضية أيضا. شايف يعني المنتخب السوري في رأس الخطيب، يعني مثال جميل، جاء دائما لاعب خلوق جدا في رأس الخطيب، واحد من أميز اللاعبين المحترفين والكثير حقيقة من تميز لاعب نجوم المنتخب السوري، وفي رأس الخطيب واحد منهم، كرة ملعوبة لصالح المنتخب اللبناني ناحية اليمين، والمحاولة نادر لكن مقطوعة لصالح المنتخب السوري، طويلة أحمد الدوني بيحاول يتابع كرة لكن التغطية موجودة من معتز بلال لخارج الملعب، كرمي التماس لصالح المنتخب السوري، هذا معتز بلال، صفر صفر إلى الآن، راح نشوف التغيير في الدقائق المتبقية من أحداث الشوط الأول، أعتقد أن الجماهير الفريقين غير مرتاحة، وهذه اللعبة لكن بخارج الملعب، محمد المرمور بيحاول يعني ياخذ له كرة وهي ماشية لكن بعيدة عن المرمى، محمد عرفة حكم اللقاء الأردني اللي بيقود هذا اللقاء ما بين الأشقاء لبنان وسوريا في غرب آسيا التاسعة، كرة اللعب طويلة، دفاع المنتخب السوري بيشيلها في رأس الخطيب في الوسط بيستقبلها، وكرة محاولة ملعوبة لها أحمد الدوني لكن أقرب لها حارس المرمى مهدي خليل، كرة مع المنتخب اللبناني،
تلعب الى معتز بلال. حسين زين ناحيه اليمين بيشغل المنطقه بشكل جيد. حسين زين معتز بلال كره معاه. معتز بلال بيلعبها الى قاسم ناحيه اليسار. شعيتو لقب الشبريكو. كره مع المنتخب اللبناني وشايف البلوك الدفاعي السوري واضح. ضغط إذن في الملعب في منطقه الوسط. تكتيك بنفذ المنتخب السوري. كره اللعب منتخب اللبناني. السلام تسليم وهذا الان محاوله المرور. كره بانطلاقه الى ربيع عطايا لكن خطا لصالح المنتخب اللبناني. هذا ربيع عطايا اللي بيحاول يستفيد الحقيقه من كره بالعمق لكن فيها خطا. فيها خطا. شوف العداء حاول لكن الضغط من اكثر من لاعب. اذن خطا لصالح المنتخب اللبناني بمكان ممكن يكون تكتيكي اكثر ما هو استفاده من تسديد من بعيد. هذا فراس الخطيب. الحيطه البشريه اعتقد انه راح يسدد ربيع عطايا. ممكن تكون خطره. ربيع شايت على المرمى لكن سهله بيد حارس المرمى ابراهيم عالم. سهله الحقيقه لصالح المنتخب السوري. الانطلاقه السريعه الان بيمر ينطلق محاوله كره عرضيه فراس الخطيب. كره مع اخر 18 بيحاول يمرر الى دوني لكن تغطيه دفاعيه. اذا التغطيه كانت هي الناجحه. منذر كره ملعوبه لصالح المنتخب السوري والمحاوله احمد الدوني لكن تنشال من المدافع قاسم الزين. المنتخب اللبناني ايضا ترجع لصالح المنتخب السوري والمحاوله موجوده. مرمور شايت على المرمى لكن بتمر محمد المرمور. بيحط له كره قويه. شوف لعاده محمد المرمور لكن ايضا ضربت احد لاعبي المنتخب اللبناني احمد جلول يغطي من امام تسديده محمد المرمور. كورنر تلعب على طول. محاولة موجودة لكن بالطول ايضا من امام ورد السلامة. نغلة ومحاولة لصالح المنتخب اللبناني والى ناحية اليمين لكن تطلع الكرة لخارج الملعب. خارج الملعب ربيع عطايا ارضية الملعب. هذا فجر ابراهيم المدير الفني للمنتخب السوري لعادة للتسديدة القوية من ربيع عطايا لكن سهلة كانت بيد حارس المرمى ابراهيم عالمة. كرة مع المنتخب اللبناني. سيد منذر منتخب اللبناني. تبقي إذن دقائق تفصلنا عن النهاية. تقريبا نتكلم عن دقيقة وقت الرسمي. انتظر ما يحتسب الحكم الأردني محمد عرفة. في رأس الخطيب صالح المنتخب السوري في وسط الملعب يرجعها لحارس المرمى المنتخب السوري إبراهيم عالمة. بيلعبها إلى عبد الله الشامي وسط الملعب. مرة ثانية عبد الله الشامي. أعتقد جماهير الفريقين أو المنتخبين غير راضين عن الأداء. هل هذه يعني واقعية حساسية اللقاء لأن الفريقين بمستوى فني الحقيقة جيد دائما يأتي في المنافسات مع الفرق الأخرى. كرة لخارج الملعب. مبدأ السلامك حاضر في هذه اللعبة من حسين شعيتو لكن ضربة
ضربة أيضا أحد اللاعبين، كرة مع المنتخب اللبناني ويلا ومحاولة لكن مقطوع أحمد الصالح، صالح المنتخب السوري نقلة وانتو على طول محاولة ناحية اليمين بالنص إلى خالد دنبيض لكن مقطوع منتخب اللبناني الآن كرة معاه اللمسة الأخيرة ثلاث دقائق إذن وقت بدل الضايع لصالح المنتخب اللبناني شايت لكن بيد حارس المرمى إبراهيم عالمة سهلة محاولة كانت في اللحظات الأخيرة صالح المنتخب اللبناني حسن سعد شوف لعادة لكن أيضا سهلة سهلة كرة لصالح المنتخب اللبناني فراس الخطيب أحمد دوني فراس بيحاول أحمد الدوري بيحاول يكمل الكرة لكن مقطوعة دفاع المنتخب اللبناني ترجع مرة ثانية لصالح المنتخب السوري أحمد الدوني العمق بيحاول لكن مقطوعة لصالح المنتخب اللبناني الانطلاقة السريعة الآن شايت على المرمى الله هذه كانت خطرة خطرة إبراهيم عالمة أيضا ما زال يبعد الكرات الخطرة اللي كان ممكن تكون هدف لصالح المنتخب اللبناني في كرة كانت قوية الحقيقة حطها نادر مطر لكن مرت خطورتها مع التصدي النازع لإبراهيم عالمة حارس مرمى المنتخب السوري كرة مع المنتخب اللبناني كرة اللعب ناحية اليسار في وسط الملعب أحمد جلول كرة مقطوعة لصالح المنتخب السوري فراس الخطيب كرة معاه بينتقل فيها في الشق الهجومي فراس شايت على المرمى لكن بعيدة 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 استغلال كان سريع بهجمة عكسية سريعة لكن فراس الخطيب اختار التسديد من بعيد ليكون الحل بالنسبة في هذه الهجمة لكن مرت بعيدة فوق المرمى فوق المرمى فراس الخطيب وهذه هجمة المنتخب اللبناني أبعدها إبراهيم عالمة كرة كانت خطرة 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 وفيها خطورة كبيرة من حسن معتوق كرة كانت فيها خطورة والتبديل كان جيد بالنسبة مع نادر مطر وحسن معتوق في هذه المرحلة لكن إبراهيم عالمة إبراهيم عالمة كان حاضر وفي احتكاك ما بين فريقين وفراس الخطيب ينهي جميع الأمور بروح رياضية على جانب الاحتكاك اللي حصل ما بين ربيع عطايا ايضا ولاعب المنتخب السوري شايف ايضا حكم المباراة عامر حاج وربيع عطايا يعطي توجيهه لان الخروج عن الروح الرياضية مرفوض بالنسبة في المنافسات الرياضية كرة اللعب لصالح المنتخب اللبناني لحظات أخيرة لكن ينهيها محمد عرفة الحكم الأردني إذن التعادل ما بين الفريقين المنتخب اللبناني والمنتخب السوري في أحداث الشوط الأول مشاهدينا راح نتابع ما يقول المحللين في الاستديو مع الزميل جابر نصار خلكم معانا والكلمة للزميل جابر نصار أحبتنا نعود معكم من جديد في استديو غرب آسيا لكرة القدم وانتهاء الشوط الأول من مباراة فريق والمحللين أن تاريخ بالنسبة لمشاركات المنتخب السوري دائما هي تكون تاريخيا هي الأفضل وصافرة محمد عرفة الأردني تنطلق إذن مع كرة لصالح المنتخب السوري باللون الأبيض والمنتخب اللبناني هو باللون الأحمر إذن بداية انطلاقة الشوط الثاني وتاريخيا إذن برؤية أيضا الإعلاميين تاريخيا هي لمصلحة المنتخب السوري لكن أيضا
لا نبخس بحق المنتخب اللبناني اللي أصبح من الفرق المنافسة بشكل جيد مع المنتخبات الثانية. إذن هي المحاولة لمنتخب سوريا البداية في الشوط الثاني، وصفر في وجود خطأ على ثامر حاج محمد. ما في أي تغيير إلى الآن، وحسن سعد إذن ما زال موجود مهاجم المنتخب اللبناني اللي كانت عنده محاولة جيدة استغل فيها خطأ من حارس المرمى إبراهيم علماء. كرة ملعوبة لصالح المنتخب اللبناني، حسن معتوق لكن حاول يلعب كرة خلفية. واحد من النجوم المميزين حقيقة خاصة في المباراة الأولى والثانية، وصرح لوسائل الإعلام أنه يعني المنتخب اللبناني قادم في هذه المباراة ويسعى للتعويض وليس فقط المنافسة. إذن حق أكيد مكتسب لكل فريق بأن يكون منافس في كل مباراة، ويعتبر حسن معتوق واحد من اللاعبين المخضرمين اللبنانيين أكيد مستفيد منه المدرب الروماني للمنتخب اللبناني. كرة ملعوبة لصالح المنتخب السوري لكن ترجع مقطوعة في الوسط. أصبحت الكرة الآن مع البداية، واضح كل فريق أو تحرك اللاعبين برغبة بالتغيير بالنسبة للتحركات والاستفادة، لكن كرة طويلة كانت لناحية اليمين ربيع عطايا لخارج الملعب. كرة اللعب رمية تماس لصالح المنتخب السوري في وسط الملعب. الانطلاقة الآن أصبحت سريعة المنتخب السوري، محاولة خالد بيض لكن ترجع مرة ثانية خالد بيض، وهذه كرة خطرة لصالح المنتخب السوري. تقول الله جول لصالح المنتخب السوري، جول أول، جول أول أحمد الدوني، هدف أول لصالح المنتخب السوري في أول وصول في الشوط الثاني. ينجح إذن المنتخب السوري، المنتخب السوري ينجح في الدقيقة الثالثة من أحداث الشوط الثاني في أول الأهداف، أول الأهداف. إذن هدف أول لصالح المنتخب السوري. أحمد الدوني شوف العادة، شوف العادة، شوف اللمسة الجيدة الحقيقة الإيجابية من محمد المرمور، واللمسة كانت من البداية من ورد سلامة إلى أحمد المرمور إلى أحمد الدوني. تفاهم جيد في الشق الهجومي، ينجح فيه المنتخب السوري في أول الأهداف في الشوط الثاني، في الشوط الثاني. واحد المنتخب السوري لا شيء المنتخب اللبناني. حلوة اللعبة، مباغتة كانت بهجمة سريعة في أول فصول في الشوط الثاني. ينجح إذن بكرة عرضية قصيرة من محمد المرمور إلى أحمد الدوني، أول الأهداف إذن لصالح المنتخب السوري. 1-0، 1-0. إذن هدف مع بداية الشوط الثاني أكيد راح يغير ويحرك الأمور الراكدة. كرة مرة ثانية محمد المرمور ناحية اليمين، بحاول يمر، بمر محمد المرمور، محاولة لكن التغطية دفاعية، تغطية دفاعية لبنانية. قاسم الزين على مرتين الحقيقة، برافو قاسم الزين، لحق أيضا محمد المرمور هذه الأولى، حاول يعيقه لكن ما تأثر المرمور، والثانية تدخل فيها بشكل إيجابي الحقيقة قاسم الزين. شوف يعني قاسم الزين، الكورنر الخامس بالنسبة للمنتخب السوري. حلوة أيضا في ثاني هجمة خطرة لصال على المنتخب مرمى المنتخب اللبناني. كرة ملعوبة محمد المرمور، محاولة لكن تنشال بالراس اللي راجع وسام حسن سعد المهاجم اللبناني. كرة محاولة لكن تطلع الكرة لخارج الملعب. حلوة مع البداية، شوف حتى ربيع عطايا راجع ويدافع ناحية اليمين، مساهمة لأن المنتخب السوري ضغط مع بداية الشوط الثاني، ضغط واضح، الضغط عالي. وصلنا ومرت خمس دقائق، خمس دقائق المنتخب السوري بتوازن الحقيقة يصل إلى الهدف الأول. كرة اللعب قاسم الزين، نغلة في الوسط إلى اليسار،
منذر سين الشعيتو لكن مقطوعة. حمد المرمور مرة ثالثة ويكمل في أحمد الدوني. عرضية محاولة فراس خطيب لكن شال والكرة تترك لخارج الملعب. هذا معتز بلال يبعد الكرة. الكرة كانت عرضية يتركها أحمد الدوني. رمية تماس ملعوبة لصالح منتخب السوري. حلو أحمد الدوني هطرة لكن بيشيلها حارس المرمى مهدي خليل. مهدي خليل في الوقت المناسب. برافو كرة مرة ثانية ترجع لكن تطول على حسين جويد. هذا حارس المرمى مهدي خليل حارس مرمى المنتخب اللبناني. بالإعادة أحمد الدوني. حلوة حلوة التحضير كان جيد لهذه الكرة لكن تدخل كان أيضا صاحي لها خليل. مهدي خليل كرة ملعوبة المرمور مرة ثانية المرمور من فراس الخطيب. نغلو محاولة في الوسط الآن والتحضير بشكل جيد. مهدي الدوني فرد سلامة نغلة ناحية اليسار. عمرو جناد بحاول لكن تطول لخارج الملعب. ركلة مرمى ركلة مرمى. يطالب عمرو جناد بأن الكرة كانت لصالح كورنر لكن حكم مباراة. وهذا فجر إبراهيم مدرب المنتخب السوري. وماذا سيفعل الروماني ليفيو تشوباتسرو مع التأخر بهدف أمام المنتخب السوري؟ لكن الوقت طويل وقت موجود. المنتخب السوري يضع أول أهداف. المنتخب السوري عنده تاريخ جيد بالنسبة لهذه البطولة غرب آسيا. وصل ثلاث مرات للنهائي. حصل مرة واحدة على هذه البطولة في 2012 في الكويت عندما واجه الحقيقة المنتخب العراقي وفاز 1-0 في أول نسخة. وصل لكن خسر أمام المنتخب الإيراني. والمحاولة الأخيرة في 2012 حصل على اللقب. رمية تماس أيضا وصل في المرة الثانية في 2004 وخسر أمام المنتخب الإيراني 4-1. إذن وصل ثلاث مرات. حصل مرة واحدة على النسخة من هذه البطولة. بينما المنتخب اللبناني في جميع مبارياته دائما يكون هو بعيد عن المنافسة فقط في مرحلة المجموعات. وهذه الكرة ملعوبة لصالح المنتخب السوري. تنحط بالمرمى لكن بيشيلها مهدي خليل. حلوة حلوة متابعة جيدة من حسين جويد وأحمد الدوني. هي اللمسة الأخيرة كانت ممكن تكون خطرة. شوف راس خطيب شوف لعبها لأحمد الدوني داخل منطقة 18 لكن صدها الحقيقة مهدي خليل حارس مرمى المنتخب اللبناني. وكانت فرصة هدف ثاني لكن أيضا مهدي خليل في كرة ثانية مع أحمد الدوني يبعد الخطورة مع البداية. إذن الشوط الثاني جيد جدا جيد جيد أداء عالي بالنسبة للمنتخب السوري في الشوط الثاني. وهذا الروماني ليفيو مدرب المنتخب اللبناني يبحث عن هدف التعادل ولا يرغب أكيد والخسارة ممكن تقلل الفرصة في المنافسة. إعادة الخطأ لصالح المنتخب اللبناني. وربيع عطايا في أرضية الملعب. كرة مع المنتخب اللبناني تنقل ناحية اليسار لكن مقطوعة لصالح المنتخب السوري. أصبح الانتقال بشكل سريع. أحمد الدوني الآن كرة معه والمحاولة الآن معاه حسين جويد يرجعها بيحاول سلامة لكن المرمور قضية الملعب يطالب في وجود خطأ. الإعادة الخطأ لصالح أو الاحتكاك اللي حصل مع محمد المرمور. وأول تغيير إذن المنتخب اللبناني خروج أحمد جلول دخول لاعب بديل.
محمد حيدر. إذن محمد حيدر أول بدلاء الروماني لوفيو. محمد حيدر يجري أول التغيير، لاعب مهم جدا ولاعب عنده خبرة. هذا حسن محتوم أيضا كابتن الفريق، وهذه الإعادة للقطة الأخيرة وحالة التسلل. رافع الراية إذن المساعد الثاني حمد الجعفري العماني. هجر إبراهيم يحقق أول الخطوات. إذن شايف يعطي الإشارة للاعب بديل، أعتقد أن في لاعب بديل قادم بالنسبة للمنتخب السوري. كرة ملعوبة طويلة مقطوعة على المنتخب اللبناني. طويلة اللعب منح سن إيش عيته، لكن يدخل فيها إبراهيم علمة. ترجع مرة ثانية كرة بالنص، منتخب السوري في رأس الخطيب يرجعها ناحية اليمين مقطوعة لصالح المنتخب اللبناني. السلام جيد من حسن محتوق، لكن احمد الصالح مدافع المنتخب السوري قاطعها. احمد الدوني بيلعبها ناحيه اليمين الى محمد المرمور، لكن التغطيه للمنتخب اللبناني. قاسم الزين منتخب اللبناني ناحيه اليمين منقوله، تلعب الى محمد حيدر في الوسط. نادر مطار كره معاب ينتقل فيها، بيلعبها الى معتوق ناحيه اليسار. معتوق بيحاول يمر لكن التغطيه دفاعيه، والى يدخل فيها احمد الدوني اللي راجع ايضا بيساند بخارج الملعب. رميه تماس ملعوب الكره سين شعيتو. سين ناحيه اليمين محمد حيدر وسط الملعب المنتخب اللبناني. نادر مطر بيلعبها الى محمد حيدر، لات قصيره وسط تكتل دفاعي. نادر الى حسين منذر، نقله حلوه، محاوله كره عرضيه لكن بعيدة عن المتابعة، والمتابعة موجودة ناحية اليمين لصالح المنتخب اللبناني. كرة محاولة لكن تنشال، أيضا ما زالت خطرة لكن بيشيل أحمد الصالح. ترجع مرة ثانية، ما زالت الكرة لصالح المنتخب اللبناني. حسن معتوق لكن تنقطع، كرة لصالح المنتخب السوري. نقلة إلى فراس الخطيب ناحية اليسار، بيحاول يحافظ على الكرة لكن تطول منه وتنقطع. ترجع لصالح المنتخب اللبناني، كرة معالة تنقل ناحية اليسار حسن محتوق، لكن في راية من المساعد العماني حمد الجعفري. لاعب ممكن يكون راجع من حالة السلل، شوف شوف الانطلاقة الجيدة الحقيقة اللي وضعها بشكل جيد. سين زين حاول ايضا يتابع حسن سعد لكن طالت الكرة، طالت الكرة. اول تغييرات فعلا كما يعني لاحظت حركة المدرب فجر ابراهيم يعطي اشارة لخروج لاعب ودخول لاعب. راح يطلع ورد سلامة، راح يدخل لاعب بديل باسل مصطفى. باسل مصطفى إذن أول تغييرات المدرب فجر إبراهيم. باسل مصطفى أعتقد أنه بشكل هجوم جيد الحينين في هذه المرحلة. المنتخب السوري في راس الخطيب، كرة معاه بالعمق الآن يلعبها ناحية باسل مصطفى. لمسة الأولى نقلة ناحية اليسار لصالح المنتخب السوري، تلعب إلى باسل مصطفى. باسل مصطفى أيضا تلعب، محاولة خطرة لكن تضرب تطلع الكرة لخارج الملعب. خالد مبيض حاول يلعبها على المرمى لكن أيضا لمست محمد المرمور لاعب المنتخب السوري. وهذا فراس الخطيب القائد للمنتخب السوري، والمنتخب السوري الآن متقدم بنتيجة 1-0 لصالح المنتخب السوري على المنتخب اللبناني. إذن جدد التحية لكل من يتابعنا عبر قناة سبورت في تلفزيون دولة الكويت. تتابعون معنا مباراة ضمن فعاليات بطولة غرب آسيا التاسعة
التي تقام في جمهورية العراق وبالتحديد من استاد كربلاء الدولي. وهذه الكرة ملعوبة لصالح المنتخب اللبناني. خطرة حسن سعد لكن بيصيدها ابراهيم علمة. خطرة كانت لصالح المنتخب اللبناني حسن سعد، لكن ابراهيم علمة حاضر ايضا ليبعد خطورة المنتخب اللبناني. فرصة كانت جيدة وفيها من الخطورة. كرة تلعب لصالح المنتخب اللبناني. نادر مطر، حسن معتوق ناحية اليسار. شايف يعني ضغط الدفاعي المنتخب اللبناني، لكن التغطية الدفاعية ايضا احمد الصالح يعطي اريحية لتحرك ابراهيم علمة. شوف الاعادة، يعني تحرك جيد جدا الحقيقة حسن السعد. شوف في المحاولة كانت فيها خطورة كبيرة. حسن علي سعد مهاجم المنتخب اللبناني، خطر جدا الحقيقة في أي كرة يستلمها حسن سعد، دائما بيكون خطر. ما زال أيضا بيحاول المنتخب اللبناني، لكن خطورة المنتخب السوري في الشوط الثاني هي أكثر حضور في أرضية الملعب. كرة اللعب لصالح المنتخب اللبناني، مقطوعة محمد المرمور، لكن فاول لصالح المنتخب اللبناني. هذا الجمهور الحاضر شايف التفاعل في المدرجات وفرحة أكيد حاضرة بالنسبة لمشجعين المنتخب السوري في مدرجات استاد كربلاء الدولي. كرة اللعب منتخب اللبناني، محاولة ناحية اليمين حسين زين، لكن طويلة وتطلع الكرة لخارج الملعب. هذا حسين زين اللي كان يشغل المنطقة ناحية اليمين بشكل جيد بأحداث الشوط الأول، وهذه ممكن تكون هي الكرة الثانية. الأولى كانت فيها خطورة كبيرة الحقيقة، بمتابعة كانت جيدة وإيجابية بالنسبة لهذا الظهير الأيمن للمنتخب اللبناني، لكن النتيجة ما زالت كما هي بتقدم المنتخب السوري عن طريق هذا اللاعب أحمد الدوني في الدقيقة الثالثة من أحداث الشوط الثاني، لتبقى النتيجة كما هي 1 المنتخب السوري لا شيء المنتخب اللبناني. كرة اللعب أصبح الرتم الآن أهدأ من البداية، كرة اللعب حسن معتوق، محمد حيدر، حسن معتوق، كرة مع المنتخب اللبناني، تفاهم جيد، نغلات قصيرة فيها استفادة كثيرة. ربيع عطايا يضغط على مصطفى باسل، لكن كرة ما زالت لصالح المنتخب اللبناني. التحام لكن كرة مقطوعة. حمد المرمور بيحاول ينقل كرة أحمد الدوني مرة ثانية. محمد المرمور تفاهم جيد ما بين الشق الهجومي ولاعبين الهجوم في المنتخب السوري. نقلة طويلة، خالد مبيض وسط الملعب، فراس الخطيب، العمق، نقلة ناحية اليمين، بيلعبها إلى محمد المرمور. واضح تنقل لاعبين المنتخب السوري، وهذه ممكن تكون خطرة من المبيض إلى أحمد، لكن بيحافظ على الكرة أحمد الدوني. هذه ممكن تكون فيها خطورة إلى فراس الخطيب، إلى المرمور. فراس منتخب السوري يعني ياخذ راحته، اللعب حلوة، فراس الخطيب شاهد على المرمى، الله حلوة 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 فراس الخطيبي موه. شوف ما بين الثلاث، موه للثلاث، المراقب لاحمد الدوني واللاعبين اثنين الحقيقة اللي بيتابعونا. شوف النجم، حلوة فراس الخطيب، مرت خطرة حلوة. شوف حلوة سلام عليك. فراس الخطيب دائما يأتي بنجومية جميلة في مباريات يكون فيها موجود، خاصة إذا كان مع المنتخب، إذا هو يعني شيء مطلوب أكيد أن تبرز ما عندك من إمكانيات خاصة مع المنتخب. كرة ملعوبة لصالح المنتخب اللبناني، محاولة حسن معتوق لكن تطول،
ناحية اليمين حسن وحسين زين، ربيع عطايا راجع ويستلم بيحاول يمر، ربيع عطايا يتقدم ناحية اليمين لكن مقطوع الكرة في راس الخطيب، بيتقدم في راس الخطيب يلعب كرة حلوة لمحمد المرمور لكن سهلة بيد حارس المرمى مهدي خليل. سلامات ربيع عطايا في أرضية الملعب ويعتذر، شايف يعني فراس الخطيب يعتذر لعدم اخراج الكره لان الكره كانت ماشيه في حاله هجمه خطره. احمد ادوني في النسخه اللي اخذ فيها المنتخب السوري في 2012 احمد ادوني كان عنده 5 اهداف في هذه البطوله في هذه النسخه اللي كانت في الكويت 2012. اذا لاعب يعرف طريق المرمى واليوم هو عرف طريق المرمى امام المنتخب اللبناني في اول مباريات المنتخب السوري. يلعب في نادي مسامر في دولة قطر وبالمناسبة حامل اللقب في النسخة الثامنة هو المنتخب القطري اللي بيغيب عن هذه النسخة. كرة اللعب لصالح المنتخب اللبناني، نادر مطر منتخب اللبناني ناحية اليسار إلى حسن محتوق، محاولة لكنها مقطوعة، شايف يعني ما في مساندة الحقيقة، دائما محتوق بيكون بروحه يعني بالمقابل المنتخب السوري دائما في أي لاعب يستلم كرة في الشق الهجومي تجد زميله دائما يحضر ويفتح له في محاولة للتحضير لتمريرة ممكن يستفيد منها. وشايف أيضا التحرك اللي بيأديه المنتخب السوري بدون مراقبة في الشق الهجومي وتغيير غادم، تغيير غادم، خروج حسن سعد قدم مستوى جيد الحقيقة في يمكن فرصتين أو ثلاث وفي لاعب بديل الآن حسن شيتو أيضا ينزل في هذه المرحلة كلاعب بديل. حسن علي، حسن علي كرة ملعوبة والمحاولة لكن تطلع الكرة لخارج الملعب. إذن حسن سعد يخرج ويدخل اللاعب البديل محمد حيدر اللي هو اللي نزل هذه اللعبة لكن في رأي وموقف تسلل على المنتخب اللبناني وتغيير ايضا قادم باسم المنتخب السوري. التغيير الثاني التغيير الثاني احمد ادوني صاحب الهدف ويدخل اللاعب البليل مرديك مردك مردكان مردك إذن هو اللاعب البديل الثاني للمنتخب السوري وخروج صاحب الهدف أحمد الدوني. كرة اللعب لصالح المنتخب السوري، تغييرين منتخب السوري، تغيير واحد منتخب اللبناني. كرة اللعب ناحية اليسار كرة ومحاولة ما بين الفريقين في وسط الملعب وتدخل خطر وانذار، اول انذار في المباراة على لاعب المنتخب السوري خالد مبيض. انذار تدخل اعتبره حكم المباراة خطر على اللاعب المنافس خالد المبيض. كرة اللعب لصالح المنتخب اللبناني مرت 70 دقيقة من أحداث المباراة. كرة اللعب محاولة محمد حيدر، نقلات القصيرة ممكن تكون هي الحلول لكن شايف المساندة بأقل فاعلية بالنسبة لتحركات لاعبين المنتخب اللبناني. بينما نلاحظ المساندة دائما موجودة مع تحرك أي لاعب يمتلك الكرة في الشق الهجومي بالنسبة للمنتخب السوري، تفاهم جيد
وهذا الروماني لوفيو مدرب المنتخب اللبناني يبحث عن حلوله في اول تغييراته. احمد صالح منتخب سوري واحتكاك وفي فاول في خطأ وانذار ايضا اول انذار ايضا حسن شايتو شبريكو الملقب لاعب المنتخب اللبناني انذار اذا ايضا اول انذار حسن شيتو سلامات للاعب المنتخب السوري يتلقى ايضا العلاج في ارضية الملعب ايضا المنتخب او مدرب المنتخب السوري هذا احمد الدوني صاحب الهدف استدعى دانيال المتولي وهو المحترف في استراليا ليكون ايضا من ضمن الصفوف الحاضرة مع الفريق في منافسات غرب آسيا. إذن سلامات لحسين جويد لاعب المنتخب السوري تلقى او يكمل علاجه خارج ارضية الملعب والجمهور الحاضر ويتفاعل جيد مع هذه البطولة اللي اصبحت الان شوارع مدينة كربلاء تتزين الحقيقة بفعالية يستضيفها او تستضيفها المدينة لبطولة غرب آسيا التاسعة. كرة اللعب ويلا ناحية هجوم المنتخب السوري فراس الخطيب لكن طويلة وتطلع الكرة لخارج الملعب يبعدها من امام فراس الخطيب وصاحب الانذار حسن شعيتو تلعب طويلة ابراهيم عالم اقرب لها مهدي خليل حارس مرمى المنتخب اللبناني قلت اذن الفعالية بالنسبة لهجوم المنتخب السوري لان ايضا اصبح المنتخب اللبناني بتحرك لاعبين مؤثر لكن الفعالية في المرحلة الاخيرة او في الشق الهجوم المنتخب اللبناني بعيد عن التأثير لان في نظام وفي بلوك قوي جدا يضع اللاعبين المنتخب السوري امام هجمات المنتخب اللبناني. هذا حسن معتوق والجمهور الحاضر وتفاعله في المدرجات والان كولينج بريك والاستراحه للفريقين لمده دقيقه يعطيها اذن حكم المباراه بعد مرور تقريبا نصف ساعه من احداث الشوط الثاني محمد عرفه اللي بيقود هذا اللقاء المملكه الاردنيه ايضا ياخذ هو استراحته الاجواء الحاره يسمح حسب القوانين الدوليه اذا نتمنى الفريق التوفيق للفريقين في ما هو متبقي في هذه المرحله من الشوط الثاني المنتخب السوري يتقدم بهدف بدقيقة ثلاثة بعد الشوط الثاني لا شيء المنتخب اللبناني المنتخب السوري فقد من تصنيفه الحقيقة مركزين كان في المركز 89 تصنيف دولي أصبح الآن 87 فأكيد في أي فوز في هذه المرحلة راح يعدل من تصنيفه لكن بالدرجة الأولى أعتقد أن مدربين الفريقين يطمحون إلى التجهيز للمرحلة القادمة من لتصفيات كأس العالم وكأس آسيا المزدوجة في سبتمبر وشايف الحديث مع الطاقم الفني والفريق الفني بالنسبة للمنتخب اللبناني ليفيو الروماني ومع الزملاء وهذه الكرة ملعوبة حلوة فراس قد يحط الجول الله يعني نجومية حاضرة في هذه اللعبة
لعبة جميلة الحقيقة، لعبة جميلة يحاول يحطها لاعب المنتخب السوري. شوف شوف لاعب، شوف فراس، شوف فراس هو اللي قرأ، يعني لما قلنا فراس هو فراس فعلا. مارتك مارتك كان بيحاول، كان بيحاول يصيد يصيد المرمى الحقيقة. شوف فراس يعني وضع الكرة مكشرة الحقيقة، وضعها بشكل جيد إلى ماردريك، لكن مرت الكرة فوق العارضة، فوق العارضة، وكانت الكرة يعني في مرمى فاضي ممكن تكون لخروج مهدي خليل، لكن الكرة مرت، كرة مرت، مرت خطورتها. يعني فعلا قراءة جميلة جدا من النجم فراس الخطيب في هذه اللعبة، لكن عدت بسلام على مرمى المنتخب اللبناني. كرة ملعوبة منتخب اللبناني، لكن طويلة وتطلع الكرة لخارج الملعب. هذا مادريك اللاعب البديل اللي نزل ايضا، الثاني تبديل الثاني لفجر ابراهيم المدرب المدير الفني للمنتخب السوري. بديلا عن احمد الدوني ماردك ماردكيان، وهو ايضا متميز جدا هذا اللاعب. والى ملعوبه منتخب اللبناني اللي اصبح الان اعتقد انه مجهد بهذا الاداء، وشايف يعني الفرصه. شوف شوف فراس الخطيب، شوف شوف فراس الخطيب وفنيه الحقيقه لخبره طويله وضعها لماردريك، لكن مرت مرت، ومستغرب وغير يعني مو مصدق فعلا، لان يعني المرمى كان فاضي وخارج خارج حدود منطقه السيطره حارس المرمى مهدي خليل، وفرصه ضاعت، وفرصه ضاعت لتاكيد على النتيجه بهدف ثاني، لكن تبغى النتيجه واحد. منتخب السوري اللي مسيطر على معظم مجريات اللعب في ارضيه الملعب، خاصه في مرحلة يعني نقول اللمسة الأخيرة بالنسبة للمنتخب اللبناني. كرة ملعوبة لصالح المنتخب السوري، فراس الخطيب استلم وينتظر، فراس الخطيب ناحية اليسار، كرة معاه، يحاول يمر فراس الخطيب ناحية اليسار مع ماردريك، نقلة عرضية لكن طويلة، طويلة وبعيدة عن ماردكيان. يا هذه اللعبة، هذا فراس الخطيب، وتغيير قادم بالنسبة للمنتخب اللبناني، تغيير قادم. المنتخب اللبناني حسين شيتو، حسين منذر اللاعب البديل، علي علي العديني، علي إذا العديني تنزل في أرضية الملعب، لاعب بديل أنا حسين منذر. تغيير ثاني للمنتخب اللبناني، إذا الروماني يضع التغيير الثاني، بيحاول يستفيد من التغيير. كرة تلعب لصالح المنتخب اللبناني لكن طويلة ناحية ماردريك، وإلى كانت ناحية اليمين صالح المنتخب السوري. يعتذر أيضا حسين جويد لزملائه، المدرب فجر إبراهيم أيضا يوجه يعطي تعليماته، سيطر على الأمور، لأن هدف واحد لا يعطي أفضلية للراحة والاطمئنان. كرة اللعب صالح المنتخب اللبناني، طلاقة محاولة لكن ترجع عمق. الان بيحاول المنتخب اللبناني، نادر مطر، ربيع عطايا، نادر شايد، خطر الله، جول لصالح المنتخب اللبناني، جول جول، هدف التعادل في الدقيقة 80. شايد وخطرة فعلا، كانت شكلها خطرة، شكلها خطرة، وراحت بالمرمى على يمين ابراهيم علمه في هالمره،
في هالمره كانت بعيده عن ابراهيم علمه. قويه الكره، قويه الكره. نادر مطر، نادر مطر حلوه. هدف التعادل، هدف التعادل لصالح المنتخب اللبناني. حلوه 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 نادر مطر، حلوه الكره كانت يعني بلمسات قليله في هذه المرحله ما بين ربيع عطايا مع نادر كرم. وانتو ارجعت على طول بتسديده قويه. شوف شوف شوف، حلوه حلوه، راحت راحت وعدت، راحت وعدت. وايضا هالمره ابراهيم علمه اللي كان يبعد الكرات من التسديد البعيد، لكن في هالمره نادر مطر بينجح. نادر مطر، نادر مطر اذا بيحقق هدف التعادل بالدقيقه 80، بالدقيقه 80 من احداث المباراه، والتعادل لترجع الامور الان كما كانت التعادل، لكن النتيجه 1-1. راح تتغير اكيد الامور وراح يندم كثيرا مادريك على الفرصه اللي ضاعت، وهذا خطا لصالح المنتخب السوري في راس الخطيبه. ومادريك اول فاول عكسي، فاول عكسي على مادريك. هذا نادر مطر صاحب الهدف، هدف التعادل فاجأ فيها الحقيقة نادر مطر، وكانت الأمور فيها سيطرة كاملة من ناحية الشق الدفاعي بالنسبة للمنتخب السوري، لكن الحقيقة كانت اللمسات قليلة جدا لمهاجمين المنتخب اللبناني، وفاجأ فيها الحقيقة نادر مطر بالتحرك الجيد. يعني شفنا بتحركات الشوط الثاني فقط حسن معتوق ناحية اليسار هو اللي كان يتحرك بيحاول، لكن التحرك الثالث او الرابع بالنسبة لي للجزء يعني ناحية اليمين نجح فيها نادر مطر وربيع عطايا. وهذه كرة محاولة ملعوبة لكن ترجع مرة ثانية لصالح المنتخب اللبناني اللي الان عند الامور ممكن تكون فيها افضلية، وهذه المحاولة موجودة والتحضير بلمسات قصيرة. حسن معتوق ناحية اليسار بيحاول يصنع فرصة الآن، لكن التغطية الدفاعية موجودة من حسين جويد. ترجع مرة ثانية حمد المرمور لكنها مقطوعة، مرة ثانية ترجع لصالح المنتخب السوري، لكن أيضا في تركيز الآن أصبح عالي موجود بالنسبة لتحرك لاعبين المنتخب اللبناني. حسن معتوق ممكن يشوت، بيحاول يمر لكنها مقطوعة. روح الكرة إلى محمد المرمور لصالح المنتخب السوري. فراس الخطيب الآن بيستلم كرة ناحية اليسار، بيحاول هي كرة، كرة معاه فراس الخطيب، بيحاول يمر، يرجع مرة ثانية بيسلمها ناحية اليسار، كرة ومحاولة الآن لكنها مقطوعة، مقطوعة لصالح المنتخب اللبناني. حسين الزين بيتقدم، بيلعب كرة حلوة لكنها مقطوعة، مقطوعة. عبد الله الشامي دفاع المنتخب السوري بيستلم، بيتقدم، بيحاول لكنها مقطوعة، وفي فاول. فاول عبد الله الشامي كان بيحاول يستقل فيها الانطلاقه السريعه، لكن التدخل كان حاضر من محمد حيدر لاعب الوسط المنتخب اللبناني. هذا نادر مطر لوضع هدف جميل، شوف الاعاده الجميله لهذا الهدف، حلوه حلوه نادر مطر. شوف شايف الكرة مرت بقوة الحقيقة، يعني تقريبا كانت في 4 إلى 5 شوتات على المرمى المنتخب السوري. ابراهيم علمه كان يسيطر على الامور، لكن في هذه الكرة كانت صعبة، وهذه الكرة ملعوبة لصالح المنتخب السوري، والمحاولة موجودة. حمد المرمور داخل منطقة 18 بيلعب كرة عرضية ممكن تكون فيها استفادة، لكن تنشال وبيكملها نادر مطر. ترجع مرة ثانية المنتخب السوري ناحية اليمين، محمد المرمور مع حسين جويد، محمد المرمور بحاول تقدم، بحاول يمر، لكن التغطية موجودة من حسين الزين خارج الملعب. هذا محمد المرمور، كرة ملعوبة ترجع مرة ثانية لصالح المنتخب السوري. شايت من بعيد قوية على المرمى، لكن أيضا مرت خطورتها، استغلال كان بيحاول أيضا يضع لاعب المنتخب السوري ثامر حاج، وعتاب الحقيقة من مهدي خليل حارس المرمى للزملاء حارس مرمى المنتخب اللبناني، لأن الكرة انفقدت الحقيقة وكانت فيها خطورة ممكن تشكل من المنتخب السوري. لكن ثامر حاج محمد
وضع كرة تزيد من بعيد، يحاول يستغل تقدم حارس المرمى. كرة ملعوبة لصالح المنتخب اللبناني، محاول المرور لكنها مقطوعة. منتخب السوري خالد مبيض حاول لعبها ناحية اليسار، لكن تدخل الكرة لخارج الملعب، هذا محمد حيدر. بعدها محمد حيدر لخارج الملعب، هذه اللعبة الأخيرة، اللعبة الأخيرة عمرو جينات في محاولات. إذن صالح المنتخب السوري، كورنر لصالح المنتخب السوري، كورنر. حسين الزينة بعد الكرة الأخيرة، وكرة ملعوبة لصالح المنتخب السوري، لكن انشال من الدفاع. معتز بلال أجمل لصالح المنتخب اللبناني. حسن معتوق حلوة بيلعبها على طول ناحية اليمين، انطلاقة سريعة. منتخب اللبناني حسن معتوق مرة ثانية، كرة اللعب، محاول مرور خطرة داخل منطقة 18، كرة اللعب لكن التغطية موجودة، ترجع مرة ثانية إلى بلال ناحية اليسار. محمد حيدر، حسن معتوق، محاولة كانت موجودة المنتخب اللبناني. حسن شعيتو لكن مرت خطورتها، المحاولة موجودة لصالح المنتخب اللبناني، ممكن تكون فيها خطورة. حسن معتوق داخل منطقة 18 لكن بالطول تطلع الكرة لخارج الملعب، ركلة مرمى، ركلة مرمى بالعادة. كرة حسن معتوق، المحاولة كان ممكن يستفيد منها لكن الكرة لخارج الملعب. كرة لخارج الملعب، ويلة ملعوبة من إبراهيم عالمة. منتخب السوري نص الملعب مقطوعة، منتخب اللبناني نادر مطر تلعب لكن مقطوعة، ترجع الكرة في الوسط. منتخب السوري في رأس الخطيب، قدم في رأس الخطيب لكن ترجع مرة ثانية، متابعة موجودة. مصطفى باسل لكن بالطول، حمد المربور، كرة خطرة، محاولة لكن بيشيلها مهدي خليل ويكملها أيضا قاسم الزين. قاسم الزين لخارج الملعب، لعادة محمد المربور، لبسته مهدي خليل لكن أيضا كملها قاسم الزين. واحد واحد، دقائق الأخيرة، إذا تفصلنا تقريبا دقيقة واحدة عن الوقت الأصلي في الشوط الثاني. كرة اللعب لصالح المنتخب اللبناني، هل التعادل يكون هو سيد الموقف؟ أعتقد أن كانت الفرص بالشوط الثاني بأفضلية، والكرة بالخطأ من أحمد الصالح لخارج الملعب. كورنر، كورنر، أفضلية كانت بالنسبة للمنتخب السوري بالشوط الثاني، كانت أكثر، لكن الحقيقة هي المفاجأة بتسديدة نادر مطر غيرت الأمور والمعطيات. الحقيقة كورنر لصالح المنتخب اللبناني لخارج الملعب، رمية تماس لصالح المنتخب اللبناني، محاولة عدت من عبد الله الشامي. منتخب اللبناني شيتو، محمد حيدر ناحية اليسار بحاول مور لكن مقطوعة، محمد المرمور وإلى رأس اللمسة إلى ماردريك، قدم بحاول مور لكن مقطوعة، المنتخب اللبناني مقطوعة بشكل سريع، تقدم سين زين، كرة مع المنتخب اللبناني ممكن تكون فيها خطورة، شايد من بعيد لكن التغطية موجودة، ترجع مرة ثانية شايد نادر بدر، كرة مزاد خطرة، خطرة بقول جول، الله جول لصالح المنتخب اللبناني،
في الدقيقة الأولى في الوقت بدل الضايق دقيقة 91 جول ثاني لصالح المنتخب اللبناني. بينجح إذن حسن شيتو بينجح الحقيقة بهدف الثاني لصالح المنتخب اللبناني ويقلب كل الأمور والموازين الحقيقة ويستغرب أجر إبراهيم المدير الفني للمنتخب. شوف لعده شوف لعده شوف لعده شوف المتابعة الجيدة الحقيقة أيضا أتت من نادر مطر بالتسديدة أيضا بمتابعة سليمة شوف لعده البداية إذا اللاعب المهاجم ما كان في موقف تسلل موقف سليم وتابع كرة حسن شيتو هو صاحب الهدف الثاني في الدقيقة 91 ليغير المجريات والأمور إلى تقدم بهدفين مقابل هدف واحد. كرة ملعوبة لصالح المنتخب السوري الآن ما زالت الخطورة موجودة خطرة بتمر خطورتها وضعها باسل مصطفى البديل الأول لفجر إبراهيم. إذن أربع دقائق وضعها محمد عرف الحكم الأردني لهذه المباراة وفي أول دقيقة في الوقت بدل ضايع يضع المنتخب اللبناني عن طريق حسن شيتو هدف ثاني حلوة الدقائق. لكن التغيير الإيجابي كان هو المباغت بالنسبة للمنتخب اللبناني رغم السيطرة الميدانية نقدر نقول في الشوط الثاني كانت لمصلحة المنتخب السوري لكن التركيز أيضا بالنسبة للهدف الأول وأيضا استغلال ناجح في المتابعة بالنسبة للهدف الثاني. حسن شيتو أيضا يعتبر من اللاعبين الخبرة وأوضح ووضع فجر إبراهيم المدير الفني للمنتخب السوري في حالة حرج أيضا حالة حرجة بهذه المرحلة. هدف ثاني في الوقت بدل الضايع ننتظر الآن دقيقة واحدة ممكن هي تكون الفاصلة في فوز المنتخب اللبناني. كرة محاولة حسن شيتو بيعمل أي كرة لكن مقطوعة لصالح المنتخب السوري طويلة ملعوبة على طول محاولة ناحية فراس الخطيب لكن مقطوعة أيضا. زين كرة بيتابع ناحية اليمين لكن الآن ما زال مستمر فيها زين ينطلق ناحية اليمين وفي خطأ لصالح المنتخب اللبناني. فاول ايضا حمد الجعفري المساعد الثاني يعطي افضلية بوجود خطأ لصالح المنتخب اللبناني. اذا ندخل في الدقيقة الرابعة اذا ثواني تفصلنا هل يفوز المنتخب اللبناني ويكون بذلك قد عوض الخسارة في مباراة الأولى أمام المنتخب العراقي. كرة ملعوبة لصالح المنتخب اللبناني حسن معتوق حلوة بيمر خطرة بيحطها بالجول الله حلوة وخطرة الحقيقة بنجومية حسن معتوق شوف مرت خطورته شوف المرور وشوف الإرباك اللي وضعه حسن معتوق لدفاع المنتخب السوري مرت خطرة الحقيقة خطرة ولمست أيضا أحد لاعبين المدافعين للمنتخب السوري. كورنر ملعوبة على طول الثماني لكن محمد عرفة حكم المباراة الأردني ينهيها أحداث هذا اللقاء أولى مباريات المنتخب السوري لكن خسارة كانت هي في أول مباراة. أما بالنسبة للمنتخب اللبناني عوض الخسارة أمام المنتخب العراقي مبروك للمنتخب اللبناني بهذا الفوز هارد لك للمنتخب السوري في أول لقاءاته. نبقى إذن مع التحليل ونبقى مع الأمور الفنية الخاصة لكن في الاستوديو التحليلي مع زميل جابر نصار. مشاهدينا لكم مني أجمل تحية أنا طارق الملا خلكم معانا وننتقل مع زميل جابر نصار.
نعود حبيتنا من جديد في استديو قرب آسيا لكرة القدم. المنتخب اللبناني حقق فوزا مستحقا على المنتخب السوري بهدفين لهدف، ويقدم الحقيقة في خلال الشوط الأول قدم مستوى جيد ثم استقل الفرص في شوط المباراة الثاني. نعود حبيتنا من جديد مع ضيوفي في هذا الاستديو التحليلي الكابتن نواف جابر، كابتن فايز فريج، فريح خالف. تفضل نواف. شوف طبعا الشوط الثاني شفنا مباراة جميلة، مباراة فيها أهداف، مباراة يعني شوف مفتوحة يعني من خلال الشوط الثاني. صراحة يعني شفنا مباراة ما انتهى عليه المنتخب اللبناني في تباعد خطوط وإعطاء مساحات للفريق المنتخب السوري، شفنا نتج عنها هدف يعني أول دقيقتين من نعم. المباراة. ولو نلاحظ في الهدف الأول كيفية التنظيم الدفاعي للفريق المنتخب اللبناني، نشوف حتى بعض اللاعبين يكون واقفين ما كان عندهم يعني ارتداد سريع يعني أو حالة دفاعية أو فريق منظم في هذه المباراة. احنا شفنا الفريق السوري في الشوط الثاني لغاية دقيقة 80 كان عنده رغبة، كان عنده أصرار، كان عنده يعني رغبة بالفوز. شفنا قيمة اللاعب النجم بتمريرة رائعة دقيقة 75 اللاعب فراس الخطيب، ما استغلها، حالة غريبة يعني تكون لاعب ضد لاعب المنتخب اللبناني ولكن أضاع الفرصة. صراحة المنتخب اللبناني استفاد من التغييرات في المباراة، غير 3 لاعبين استفاد منهم، وشوف هذا ما حدث من خلال دقيقة 80 في المباراة. شفنا لما دقيقة 80 تكلمنا عن قياب الهداف، بس العفو شوف هذا هني الجول، شوف اللاعبين هني المدافعين كانوا يمشون في المباراة. نعم. أنا أقول لك إن دقيقة 80 شفنا قياب الهداف المنتخب اللبناني لجأ للحل الفردي من خلال التسديد أو حل التسديد في المباراة، ونتج عنا الهدف الأول. شفنا في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي شفنا الرغبة، الإصرار، العزيمة، الرغبة بالفوز، وضع الفريق أو حالة الفريق بالتعادل طلع الفريق المنتخب اللبناني خارج المنافسة. شفنا الإصرار والعزيمة، قدر يسجل دقيقة الأولى من بدل الضايع، وهني استحق نتيجة المباراة المنتخب اللبناني من خلال مجمل أداء المباراة. كابتن فايز فريح، تكلمنا عن أداء المنتخب اللبناني، فوز ربما تعامل بروح عالية. نحن نتحدث ربما بعض الفنيات، ولكن هناك روح عالية وإصرار لنسجل فريق في هذه الأوقات هدف الفوز. جدا لا شك أنك تبدأ الشوط الثاني في هدف مبكر عليك وتعود في النتيجة في الوقت بدل الضايع، هذا طبعا يعطيك على اللياقة الذهنية لدى المنتخب اللبناني. التركيز طوال 45 دقيقة في الشوط الثاني على الرغم من تسجيل هدف، الروح العالية لدى المنتخب والرغبة والإصرار على تحقيق الفوز، مثل ما قال الكابتن نواف أن المنتخب اللبناني يعني بدأ مثل ما انتهى عليه الشوط الأول، على الرغم أن لاحظنا بعد تسجيل سوريا الهدف الأول أصبح فيه تباعد في المساحات، الخطوط متباعدة، خلخلة في الدفاع، المنتخب السوري في أكثر من كرة يخترق من العمق وكاد يسجل الهدف الثاني، ولكن تبديلات المدرب اللبناني قدر أنه يرتب صفوفه، قدر أنه يرجع في التعادل، أجرى تبديل هجومي عن طريق التسديد سجل الهدف الأول، وأيضا عن طريق التسديد بكرة تسديدة استلمها المهاجم داخل خط 18 وسجل الهدف الثاني. المنتخب اللبناني قدم يعني درس في الإصرار، درس في العزيمة، درس في المثابرة على الفوز، على الرغم من يعني دائما إذا تسجل عليك هدف في بداية الشوط الثاني دائما ما يلخبط أوراقك، ولكن المنتخب اللبناني عكس هذه النظرية. المنتخب اللبناني اليوم كسب المهم وكسب الأهم، كسب المهم اللي هو الأداء وأفضليته على طوال المباراة، مع بعض الفترات المباراة كان فيها المنتخب السوري أفضل، وأيضا كسب الأهم اللي هي 3 نقاط. لذلك اليوم المنتخب اللبناني استحق الفوز. قراءات مدربة كانت ممتازة من أول دقيقة في المباراة إلى الدقيقة 90، كان المنتخب اللبناني واضح الرغبة والإصرار على الفوز. نعم لا شك طبعا هناك أحبتنا في كل مكان أحداث تحكيمية حدثت في هذه المباراة. ننتقل أيضا للفقرة، فقرة التحكيم، مع الخبير التحكيمي الكابتن يوسف الثريني. أشكر أيضا ضيوفي الكباتن نوح جابر، الكابتن فايز فريح. كابتن يوسف ماذا لديك؟ أول شيء مسي عليك منصار ومسي على أخواني الحاضرين كابتن نواف وكابتن فايز وعلى السادة المشاهدين. حياك الله. صراحة طاقم التحكيم اليوم اللي مكون من الطاقم الأردني الحكم الساحة
محمد عرفه والمساعد الثاني الاردني محمد ظاهر محمود ظاهر والمساعد الثاني من عمان حمد الجفري والحكم الرابع محمود الجفري. صراحة تميز الحكم الساحة بالمباراة سيطرته على المجريات المباراة، عطى الكاركتر اللي يبيه، إتاحة الفرصة، المساعدين كانوا جدا ممتازين. يمكن المساعد الثاني يمكن في حالة أتوقع يعني كان لو موجود الحكم الفيديو المساعد البار هم راح تكون صعبة، بس هذا ما يقلل من إمكانياتهم أثناء المباراة. وأنا قبل في اللقطات بقول شنو اللي تميزه فيه، شنو يعني شنو الأخطاء اللي تحدثت؟ والله خطأ واحدة بس ناقذها واحدة واحدة. إيه يعني الخطأ أنا اللي بعطيك إياهم بالنصف كلها إيجابيات. تفضل. إيه الحالة الأولى هني لو نروح نشوف اللي لمست اليد من أول لعبة. نعم. رغم الإيد كانت بجنب اللاعب بس هو هيها اللي وقف الكرة. نعم. فهذا بالحالة هذه يعني رغم قرب اليد إلى الجسم بس هني استخدمها لاستخدامها على الكرة، فحالة الهند كانت سليمة من قبل الحكم المباراة. شوف الحالة الثانية. الحالة الثانية. نعم. هني شوف الحالة هني لا وجود لحالة تسلل، وكان المساعد الثاني كان وقفته إيجابية يعني لأن بالزاوية هذه كان زاوية الحكم المساعد الأول. فكان قرار سليم وكان استمرارية اللعب هو اللي كان الصح. الحالة الثالثة. الحالة الثالثة كان في احتكاك هني نشوف الحالات هذه، مع أن الاحتكاك هني كان طبيعي واستمرار اللعب كان سليم من قبل الحكم، هذه يبلها جرأة بنصار. نعم. خاصة من يكون مهاجم على المدافع هني ما الاحتكاك الحين لازم العامل البدني للاعبين لازم يكون موجود. كرة القدم تتطلب الاحتكاك القوي، ما نقول العنيف، الاحتكاك، لأن دائما اللاعب أنت تبي البنية الجسمية البنية الجسمانية موجودة بين اللاعبين عشان الاحتكاك ويعطي التنافس. حلو. ويعطي حلاوة اللعبة بأثناء اللعب إنه مو كل حالة يكون وجود الصافرة فيها. نشوف الحالة الرابعة. الحالة اللي وراها إتاحة فرصة هني لو نشوف هني في خطأ اعطى اطاحه فرصه اللي كان التمريره ما كانت سليمه فاعطى فرصه الخطا لقراءته امانه قراءته للعب كانت ممتازه متميزه باثناء اللعب ما في احتجاجات عليه لانه فرض عليه الكاركتر ماله فرض على اللاعبين مو اللاعبين فرضوا عليه. حلو. اي فهذا كان متميز فيها كان امان الحكم. شوف الحاله الخامسه. الحاله الخامسه هني لا لو نشوفها مع بعض هني مع التمريره تكون اوضح. هني لحظه التمريره اللعبه لا وجود لحاله تسلل. الايد للمهاجم لا تعتبر تسلل، فحاله كان تمركز كان سليم من قبل الحكم بس انه هدف سليم. ما في كان هنا لا ما في هدف كان ما طالها اللاعب ما حاش اللاعب بس كان المفروض استمرارية اللعب كان التركيز قليل عند المساعد الثاني. نعم. اي نعم. وفي الحالة الأخيرة اللي هو الهدف هذا اللي عليه حكي. اي لا تشوف الفايدة مع بعض. تفضل. يعني لا وجود حالة تسلل بنصار يعني نشوف ان اللاعب متأخر يعني لحظة خروج الكرة تشوف اللاعب السوري الموجود هنا وكان التمركز سليم 100% من قبل المساعد الثاني العماني فكان الهدف سليم لا غبار عليه. هذا اخر شيء. اي نعم. طبعا احبتنا في كل مكان وصلنا معاكم نهايه هذا الاستوديو التحليلي، كنا معكم في مباراه فريق منتخب سوريا ولبنان وفاز منتخب لبنان بهدفين. اشكر ضيوفي في هذا الاستوديو التحليلي الكباتن فايز فريح، شكرا لك. شكرا جابر. شكرا لك عبد الله. شكرا. ايضا الخبير التحكيمي يوسف ثويني. حياك الله. باذن الله تعالى نلتقي في استوديو جديد. حفظ الله هذا الوطن ورمزه وشعبه من كل مكروه. ادعو الكويت في صلاتكم ان الله يحفظهم من كل شر. القاكم باذن الله تعالى في استوديو جديد. فالكم طيب ان شاء الله اليوم ودوم. مع السلامه.